نخش في المباراة الأولى، مباراة كينيا. أنت عارف برضو إحنا تعادلنا هنا في مع كينيا هنا في القاهرة بظروف معينة، يعني كابتن حسام كان بيتكلم اللعيبة مش جاهزة بشكل كبير، لكن دلوقتي الظروف مختلفة شوية. مظبوط. بتتكلم على مستوى الدوري في نجوم ظهروا بشكل كويس، بتتكلم على مستوى المحترفين ما شاء الله. النهاردة يمكن صلاح وصل ووصل القاهرة النهاردة، هيعمل مسحة ويشارك بكرة في التدريبات بإذن الله قبل السفر، فكل الأمور أعتقد جاهزة لظهور أعتقد لمصر قوي امام كينيا في كينيا، رغم المباراه كمان في اجواء مختلفه، لكن رؤيتك الفنيه للمباراه هتبقى عامله ازاي كده؟ طبعا يا كابتن هاني، طبعا المباراه صعبه مش سهله زي ما حضرتك قلت. الحمد لله رب، الحمد لله ان احنا بفضل الله عندنا مجموعه لعيبه على امكانيات عاليه جدا جدا، معانا نجوم محترفين طبعا بيصنعوا الفارق مع الفرقه. يعني بتكلم على محمد صلاح، بتكلم على تريزيجيه، بتكلم على محمد النني، اتكلم على مصطفى محمد الحمد لله رب برضه بأدي بشكل كويس جدا جدا في الدوري التركي مع جلطسرا. يعني بصراحه بنتكلم على نص الملعب برضه في الحمد لله تقل عندنا في نص الملعب، عندنا السوليه وعندنا طارق حامد وعندنا في ناس كويسه، عندنا الجناحين برضه بشكل كويس. اعتقد في ناس برضه بقى لها فتره بعيده زي عمر جابر من بيراميدز موجود. في مجموعه لعيبه على مستوى عالي يا كابتن هاني. انا بقول لك ان شاء الله باذن الله احنا ماتش كده ده هنكسبه ان شاء الله باذن الله.